ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كويسين وفي خير وفي سعادة وفي سلام. النهاردة هنتكلم عن عطر مهم جدا جدا جدا، واللي لفت نظري انه مش كتير من المقيمين العرب اتكلموا عنه، الا اللهم مقيم عربي واحد وهو مشهور جدا ومحبوب جدا على الاقل على المستوى الشخصي بالنسبة لي، وكنت بستفيد منه كتير، وهو اخونا نور زكي اللي هو صاحب موقع عطر دوت انفو. كان يتكلم مره كده سريعا عن العطر ده. العطر اللي هتكلم عنه النهارده هو من دار ايطاليه مرموقه، عطار ايطالي هو اللي عمل العطر، لورينزو فيلوريسي. لو هو واضح كده في الكاميرا بشكل مظبوط، لورينزو فيلوريسي مسك او دو تواليت. البارفان ده يعني خليني اقول لك كده سريعا انه من اجمل البرفانات اللي بالنسبه لي انا حسيت منها النقاء. النقاء. خلينا نتكلم سريعا كده عن العطر. العطر ده تم انتاجه سنه 1995، ما تتخضش قوي، ده مش معناه ان هو عطر مألوف ابدا. الحقيقه انا لما شميت العطر ما حسيتش ان انا شميته قبل كده كتير، ما حسيتش ان هو بالنسبه لي مألوف قوي، ما حسيتش ان هو بالنسبه لي قديم ابدا مطلقا، كانه والله معمول السنه اللي فاتت. كتير عطور بتقول عليها ان هي معموله سنه 2014 15 16 وبتبقى حاجات كمان اقل من كده. البرفان دوت هو يعني برفان من ضمن مجموعه برفيومز عملتها دار لورينزو فيلوريسي، والبرفان ده معتمد من اسمه كده زي ما انتم شايفين على نوته المسك. نوته المسك لما حد بيقرب منها الحقيقه هو هنا اللي هنا مش مسك انيمالك ابدا، هو هنا مسك ابيض، بس نوتة المسك في حد ذاتها عشان تعرف توظفها بشكل يبقى مقبول للأنوف وما تحسش ان هو حاجة تقيلة على الأنف، سواء بنتكلم على الانيمالك او على الاتجاه البودري التقيل، لا هو مش كده خالص. هنا ده عطر مكون من الورد او بتلات الورد وما بين الحبهان او نوتة الهيل كما تسمى او الكاردموم، وفي نوتة بعض النوتات كده اللي بتدي طابع أخضر كثيف أو طابع مش بس كده بتشم حاجة كده مسكية بودرية زهرية، لا انت كمان بتشم حاجة أشبه ب مش نوتة البخور بس، أشبه ب حاجات سبايس، حاجات وورم سبايس. عشان كده هنا أنا بتكلم عن عطر حقيقي جميل. ليه؟ لأنه ما هوش عطر أحادي ساذج، ما هوش عطر بسيط، عطر مكوناته كتير جدا ومكوناته دي بتظهر بشكل جلي. يعني أنت عندك في قاعدة العطر بتلاحظ جدا، طبعا هو بيرتكز على المسك، كمان بيرتكز على الفانيليا، بتشم المسك الحلو، وكمان بتقدر تشم بشكل جيد جدا بعض أخشاب العطرية زي خشب الأوكموس أو كم هو مشهور طحلب البلوط. عشان نكون كده مع بعض حاضرين يعني وإحنا بنتكلم عن العطر دوت، أنا هرش ورش كده. يعني بصراحة أنا لا أظن إن ممكن أي حد يختلف على جمال رائحة هذا العطر. هذا العطر أنا أصفه إن هو عطر حميمي جدا. يعني إيه حميمي؟ يعني يصلح للقاءات الرومانسية، يصلح للقاءات الحميمية جدا بين الرجل والمرأة، يصلح للحاجات اللي أنت مش عايز تبدو فيها كأنك حاطط برفان فالناس كلها تبقى عارفة، لا دي مش هتلاقيها في البرفان ده. أنا عن نفسي ما بفضلش النوع ده من البرفانات، أنا بشوف إن البرفانات الغالية أو البرفانات النقية مش هي اللي أداءها بوم كده في وشك، لا هي اللي أداءها طول الوقت تحس إن الهواء عمال يلفه في قلب المكان. وأنا اتكلمت عن ده وأنا اخترعت مصطلح كده وقلت إنه ده عطر نسائمي. يعني إيه عطر نسائمي؟ يعني بتشم منه عبير نسيم وانت قاعد هنا، واحد قاعد في الترابيزه اللي هناك تلاقي الهوا جاب كده العطر ووداه هناك. العطر ده لهواة الاداء الصاروخي، لا انت هنا مش هتلاقي اداء صاروخي ولا حاجه، هنا انت هتلاقي ثبات جيد جدا على الملابس يصل معاك ل 6 7 ساعات لو اذا كنت مرتدي ارتداء كامل، الارتداء الكامل اللي هو من 8 رشات ل 10 رشات، وهتلاقي انه يعني قريب من جسمك في حتة الفواحين، اللي هو اللي يقرب منك يشمك، اللي يقعد جنبك يشمك، اللي يقعد بعيد عنك بشوية لو في نسمة هواء في الجو هيشمك.
بمناسبة الجو ده بيصلح في وجهة نظري لكل فصول السنة، ولا سيما الربيع، الخريف، الحاجة اللي ممكن يبقى فيها نسمة هواء، الصيف بالليل مثلا. أنا شايف إن ده من العطور الجميلة جدا اللي وظفت نوتة الورد. أنا ما بحبش نوتة الورد خالص، واللي بيتفرجوا عليا ومتابعيني يعرفين عني ان انا ما بحبش نوتة الورد، بس بحبها في عطر كارتير ديكلاراسيون دو نسوار، وبحبها كمان في العطر ده جدا جدا، وغير مفهومي عن نوتة الورد. هنا ابتدى العطر يبدأ معاك بريحة تشبه بودرة الاطفال، بس انت هي مش ريحة بودرة اطفال كده، لا هي ريحة بودرية ظاهر قوي فيها الكاردموم او الحبهان مع المسك، والورد لاعب رئيسي كمان في العطر دوت. بصراحة العطر من أجمل العطور اللي ممكن تشمها رومانسية ونقية، عطر نقي قوي ما تحسش للحظة انه صناعي، عمره ما هيزعج أنفك. ده بالنسبة كمان السن اللي بيتراوح ما بين 25 ل 40 50 سنة، يعني سن مفتوح مش مقيد بسن معين. العطر ده من أجمل العطور اللي أنا ممكن أكون استخدمتها فعليا. يعني العطر ده طبعا يعني أنت لو مش عندي على الجروب، فأنا عندي جروب اسمه أحمد سمير فلسفة عطر، أنا يشرفني بيسعدني أن أنتوا تنضموا إليه. ولو أنت أول مرة تتفرج عليا، ريت تعمل سبسكرايب وتعمل اشتراك اللي هو اشتراك في القناة، وتفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد. هحط لك اللينك بتاع أحمد سمير فلسفة عطر تحت في الديسكريبشن أو في وصف الفيديو ده، لو أنت عايز تتفاعل مع مجتمع عطري وكل واحد فيهم يبدل، بيحصل تبادل الخبرات والمعرفة العطرية. كمان انا بعمل حاجة لطيفة جدا، ان انا بعمل عينات كده من العطور، لو انت حابب تجرب قبل ما تشتري من اي مكان يعني، ممكن تبقى هبقى اسيب لكم برضو لينك الحاجات اللي هي العينات او التقسيمات تحت برضو في الديسكريبشن. ده العطر اللي كان معنا النهاردة. الحقيقة ان العطر ده برضو كمان الهمني ان اتكلم عن شيء بسيط كده عشان ما اطولش عليكم، عن علم النفس. علم النفس هو مرتبط بالعطور ارتباط وثيق جدا، لان قبل كده اتكلمت عن انه كل حاجة في العالم لها ريحة، كل شيء له ريحة، الخشب له ريحة، الحيطة لها ريحة، الاسمنت له ريحة، الارض لها ريحة، البلاستيك له ريحة، القماش بتاع الستارة اللي ورايا ده له ريحة، الاقمشة انواعها لها ريحة، فكل شيء في حواليك وفي حياتك له ريحة ومخزن في ذاكرتك. هو ما بيخزنش لوحده بس في ذاكرتك، الحقيقة هو بيخزن وكمان معاه ذكريات ومشاعر، يعني سواء انت بتشعر بمشاعر ايجابيه او بتشعر بمشاعر سلبيه. عشان كده انا بنصح كل الناس المهتمه بمجال العطور او المهتمه باقتناء العطور، ما تشمش عطر وانت متضايق الا اذا كنت قاصد تخرج نفسك بره الحاله النفسيه السيئه اللي انت فيها. بلاش تجرب عطور لاول مره وانت متضايق، بلاش تجرب عطور لاول مره وانت بعد الشر علينا جميعا مريض او عندك تعب او عيا او انفلونزا او برد، ربنا يعافي الجميع. ليه؟ علشان ما تحسش ان العطر ده بعد كده هيرتبط معاك بذكريات سيئه وهو انك تكون مريض. فده مهم قوي. كمان مهم العلاقات الحميمه وعلاقتها بالعطور، لانه فكره انك انت تبقى قريب من زوجتك مثلا وانت حاطط عطر معين، ده بالحقيقه مهم قوي، لانه بيرتبط شرطيا في عقلها اللاواعي بمشاعر معينة. تقول لما تحط انت العطر ده مرة واثنين وثلاثة بعد كده، هي تستحضر وتستدعي نفس المشاعر دي بالضبط، ها، وكأنك كنت حاطط العطر ده امبارح، لأنها أصبحت مخزنة في عقل زوجتك أو شريك حياتك مجرد ما يشم العطر ده، ومرتبط ارتباط وثيق بهذا. إن شاء الله الفيديوهات اللي جاية هعمل تقييمات كثيرة جدا عن إن شاء الله مجموعة من العطور الصيفية، تابعوني والربيعية، وكل فيديو إن شاء الله هتكلم فيها عن أشياء لها علاقة بعلم النفس. قد إيه أنا بنبسط كل مرة بشارككم آرائي ووجهة نظري وتجربتي من خلال العطور، وأتمنى يا رب إن أنتوا كمان تشاركوني وتبدلوني نفس الشعور، وأكونش ضيف تقيل عليكم يعني. شكرا جزيلا إن كنتوا سمعتوني، أتمنى تكونوا دايما طيبين وبخير وبسعادة. ببصوا في وصف الفيديو عشان تلاقوا اللينكات اللي قلتلكوا عليها. طيب الله صباحكم ومساءكم، دمتم في خير يا نخبة، ودمتم في طيب وتعطر. السلام عليكم.